السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الأعزاء، مرحبا بكم في فيديو جديد. هنتكلم النهاردة عن تخفيضات أوبل جراند لاند موديل 2020 اللي وصلت ل 40,000 جنيه. الفيديو ده واحد من سلسلة فيديوهات بتتكلم عن تخفيضات السيارات في مصر. جمعنا كل الفيديوهات اللي بنتكلم فيها على تخفيضات السيارات في مصر وحطناها في سلسلة واحدة علشان سهولة الوصول ليها، واللي بيفكر يشتري قبل ما ياخد قرار الشراء يخش يبص على العربية اللي هو عايز يشتريها ويشوف هل فعلا شركتها خفضت العربية تخفيض مناسب ولا تخفيض وهمي، وهل بتتلاعب الشركات وتعلي العربية وترجع تخفضها تاني زي ما بيحصل في أوكازيونات مصر. لو عجبك الفيديو ممكن تدوس لايك وممكن تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان تجيلك كل الفيديوهات الجديدة. نبدأ على بركة الله. بعد ما شفنا تخفيضات كيا سبورتج، اعلنت شركة اوبل في مصر عن تخفيض اوبل جراند لاند على جميع فئاتها بشكل رسمي، وشفنا اوبل الفترة اللي فاتت عملت تخفيضات قوية جدا وصلت ل 100,000 جنيه مصري على كروس لاند. النهاردة بنشوف تخفيضات قوية على اوبل جراند لاند علشان تشعل المنافسة وتتمكن من منافسة هيونداي توسان وكيا سبورتج وتاخد منهم المبيعات. اوبل جراند لاند 2020 بتنافس عربيات كتير جدا زي نيسان قشقاي وميتسوبيشي إكليبس، رينو كاتجر، ستروين سي 5 وعربيات تانية كتير في نفس الفئة السعرية، وبننتظر الفترة اللي جاية التخفيض يبقى على باقي العربيات في نفس الفئة السعرية. أوبل جراند لاند من أقوى السيارات لأوبل في مصر، وهي العربية كروس أوفر الأقوى في شركة أوبل، وبرضو أوبل منزلة أوبل إنسيجنيا ودي عربية سيدان قوية. بدأت أوبل التخفيضات القوية دي عن طريق تخفيض 100,000 جنيه على كروس لاند الفترة اللي فاتت، وتابعتها موجة من التخفيضات قوية جدا على كافة شركات السيارات في السوق المصري. ودلوقتي أوبل عملت تخفيضات على أوبل جراند لاند. جراند لاند عربية قوية وبتنافس في فئة سعرية فيها كتير من العربيات. العربية دي قدرت تحصل على جزء من المبيعات في الفئة دي لكنه مش كبير، لأن المستخدمين بيروحوا يشتروا عربيات تانية زي توسان وسبورتج، لكن جراند لاند بتقدم مواصفات أقوى ووسائل أمان أفضل وإمكانيات أعلى. تخفيضات أوبل جراند لاند 2020 وصلت ل 40,000 جنيه. العربية نازلة في السوق المصري بثلاث فئات من التجهيزات. الفئة الأولى بتاعتها بدأت بسعر 420,000 جنيه بدل من 450,000 بتخفيض 30,000 جنيه. الفئة الثانية بدأت بسعر 450,000 بدل من 485,000 جنيه بتخفيض 35,000 جنيه. الفئة الثالثة بقت بسعر 490,000 جنيه بدل 530,000 جنيه بتخفيض 40,000 جنيه. الفرق بين الثلاث فئات ان الفئة الاولى اللي اسمها إليجانس فيها فرش قماش وفتحة سقف بانوراما، ازاز فاميه، جنوط، مثبت سرعة، كشافات ضباب، جميع وسائل الامان وانظمة الفرامل اللي احنا عارفينها، دي اللي نزل ب 420,000. الفئة الثانية الهايلاين زادت على اللي فات فرش جلد، جي بي اس، كاميرا خلفية، مقاعد كهرباء، نزلة ب 450,000. الفئة الثالثة توب لاين نزلة زيادة عن الكلام اللي فات ده، سبويلر خلفي، بدال شفتات، ونزلة ب 490,000. نهاية الفيديو، أتمنى أكون قدمت لكم معلومة مفيدة. أشكركم لحسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى المشاركة والاشتراك بالقناة ليصلك كل جديد.